وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من فولو اب، شو هي آخر الأخبار المتداولة وأهم الترندات على السوشيال ميديا وردود الفعل عليها، رح نتابعها بحلقة اليوم. أولى أخبارنا من العراق، صدمة كبيرة هزت العراق بالعالم العربي. مواقع التواصل الاجتماعي تلقت خبر مقتل طفل بطريقة مخيفة في مدينة الموصل. الطفل شاهين وسام سلوان البالغ من العمر 8 سنوات تم اغتصابه وقتله بطريقة بشعة داخل مسجد بناحية زمار في مدينة الموصل بعد أن خرج من منزله إلى السوبر ماركت ولم يعد. وسائل الإعلام العراقية أوضحت أن القاتل قام بتحطيم رأس الطفل العراقي بحجر كبير. طبعا الكومنتات يلي اجت على هذا الفيديو او الصوره كان اولها عم بيقولوا ما افهم هالبشر الى وين يبون يوصلون، كل يوم اكتشف ان الحيوانات ارحم من البشر، ما اقول الا جعل اللي سوى فيه كذا يجرب كل انواع العذاب في الدنيا والاخره. ايضا الكومنت يلي بعده لشذا عم بتقول تعبت من البكي، وش هالقلوب الحجر اللي ما فيها رحمة، وش هالوحشية والتصرفات الحيوانية هذه، ممكن الحيوان يكون أرحم شوي ويدفن اللي ذبحه، لازم ياخذون حقه للطفل البريء، حرموا حق الحياة. السيدة أم أحمد كانت ظهرت قبل يومين على أورينت بضمن فقرة إفطار مع النازحين، مناشدة أو عم بتناشد السلطات التركية بالسماح لها بالدخول إلى الأراضي التركية لعلاج ابنها المصاب بالشلل. وفعلا قامت السلطات التركية بإدخال أم أحمد الموجودة في أحد مخيمات الشمال السوري برفقة ابنها المريض إلى داخل الأراضي التركية. خلونا نتابع الفيديو. وهلأ بننتقل لفقرة المسلسلات والبرامج الرمضانية يلي لازم نتوقف عنا ونشوف شو أبرز الانتقادات عليها. حديث الجمهور بهذا الوقت هو أكيد المسلسل الكويتي محمد علي رود يلي وقع في خطأ فادح بعد ظهور إحدى بطلات العمل وهي عم تدعي وتصلي، لكن الجملة يلي قالتها غيرت كل الموازين، وهالجملة كانت سبحان من أنقذ يوسف من بطن الحوت. وطبعا هي معلومة خاطئة تماما، لأنه النبي يونس هو يلي كان ببطن الحوت، في حين قصة سيدنا يوسف مختلفة تماما وبعيدة كل البعد. خلونا نشوف هذا المشهد يلي قامت بأداء الممثلة فاطمة الحسني. يا منجي يوسف بطن الحوت، يا منجي يوسف بطن الحوت، يا منجي يوسف بطن الحوت. أبرز الانتقادات اللي إجت كانت لفهد يلي عم بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذول شلون ما في مخرج أو ممثل ثاني، أي شخص شغال على هالعمل حس إنه في غلط هبل يلي يسوونه. أيضا في كومنت لنهاد عم بتقول المسلسل مرة ضعيف والحوار غير مترابط وفي مغالطات كثيرة، حسافة الفلوس اللي انقطت عليه وفيها الفنانين الكبار. طيب المؤلف أو المؤلف أخطأ، إيش دعوة كل هالطاقم الفني والممثلين؟ ما حد انتبه لهي الغلطة، إن دل على شيء فيدل على أن المستوى الثقافي عندهم متدني جدا. أيضا الكومنت يلي بعده لريم عم بتقول سقطة دينية ثقافية أدبية. مشاعر عم يحكي التصوير والإخراج شكله كاين أونلاين. منتقلي للمسلسل المصري سكر زيادة المستوحى من المسلسل الشهير The Golden Girls، وعم تجري أحداث هي المسلسل داخل فيلا بتضطر كل بطلات المسلسل الأربعة للإقامة فيها بعد تعرضهم لعملية نصب، إلا أنه محاولة كل واحدة فيهم بالاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي الموجودات فجر لكثير من المواقف الطريفة الغير تقليدية. الشيء الملفت بالمسلسل أنه أعمار البطلات الموجودات بيتجاوز الخمسين والستين سنة يلي كان ببطولة نبيل عبيد ونادية الجندي، فقصة العمر كانت حديث المشاهدين والمتابعين. وكانت أم أدهم عم بتعلق سكر زيادة من أول حلقة عياط وصراخ ومثل أي مسلسل عربي،
الكل غني وشركات وناهيك الممثلات للحرور سليمة عم تنلفز ولا تعابير الوجه من كتر البوتوكس. إذا قارنا بالمسلسل الأجنبي The Golden Girls منلاقي إنه سكر زيادة بقى بالفشل، مع احترامي لفنهم وتاريخهم العريق أبداً مش ضابطين هاشتاج بوتوكس زيادة. أيضاً في كومنت مجنون سمينة توفيع عم بيقول خاب أمل كتير في الحوار والتصرفات لا تليق بهم، الحبكة نفسها مش جيدة، تأملنا أكثر من هي الأسماء الكبيرة. أيضاً عصمت عم بتقول راحت عليهم كان زمانهم ماضي. تعرضت الفنانة الأردنية ديانا كارازون لهجوم عبر تويتر بسبب وضعها لايك على كاريكاتير للفنان أسامة حجاج، والذي نشر عبر حسابه على تويتر تحت عنوان دراما التطبيع الخليجية، وطالب جمهور ديانا إلغاء الإعجاب والاعتذار خصوصا بعد حملة الهاشتاج هاشتاج ديانا كارازون تتهم الخليج بالتطبيع يلي طالبوا من خلالها منح دخول السعودية بسبب إساءتها حسب تعبيرهم. تمكن جافن برينان البالغ 7 سنوات من العمر من هزيمة مرض السرطان ثم التغلب على فيروس كورونا، وعم يرجع معافى إلى منزله في أحد مدينة ديدهام في أحدى الولايات المتحدة الأمريكية، وشاركت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة وأعداد كبيرة من سكان المدينة في الترحيب بالطفل جافن برينان البالغ من عمره 7 سنوات. نشوف الفيديو. رقصة التابوت في غانا أيقونة في زمن كورونا، فبعد استخدام كثير من الناس هالرقصة للسخرية والترفيه لجأ رجال الشرطة في بلدان عدة إلى تلك الرقصة الظريفة للتحذير من مخاطر فيروس كورونا. فمثلا في البيرو وجد عدد من رجال الشرطة طريقة جديدة لرفع مستوى الوعي بأخطار الفيروس خلال تفشي الوباء. في مقطع فيديو جرى تصوير وفي مقاطعة كاخا ماركا شمال العاصمة ليما مجموعة من رجال الشرطة وهن حاملين تابوت على أكتافهم لحتى يحذروا الناس من خطر العدوى بفيروس كورونا. نتابع الفيديو. رياضياً شدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم التزامه بإقامة مباراة نهائي كأس الملك وسط حضور جماهيري كامل، حتى لو كان هالشي بيعني تأجيل المباراة للعام المقبل. وذكر اتحاد الكرة الإسباني أنهم على اتفاق مع رغبة أتلتيك وريال سوسداد في إقامة المباراة يلي بتسمح الأجواء الصحية والرياضية بوجود عدد من أو عدد كبير من الجمهور. أصدر نادي هيرتا برلين الألماني بيان رسمي أعلن من خلاله إيقاف لاعبه سالمون كالو بعد الفيديو المثير يلي نشره على صفحته الرئيسية في الفيسبوك. فطبعا هذا اللاعب بالفيديو بيتضح أنه كان عم بيسلم على اللاعبين التانيين والموظفين بالأيدي، خصوصا أنه هو عم بيخالف شروط الأوضاع الصحية. نشوف الفيديو. وهلا متابعينا بننتقل الى اهم الترندات والهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي. كان بدايتها هاشتاج رونالدو بمناسبه عيد الام البرتغالي، اهدى نجم نادي يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو والدته سياره فارهه يقدر ثمنها بحوالي 100 ألف يورو. هالسياره او الهديه تصدرت اهم منصات التواصل
الاجتماعي. الهاشتاج اللي بعده هاشتاج إكسبو. رسمياً تأجل معرض إكسبو بتشرين الأول عام 2021 في دبي، حيث صوت ثلث من أعضاء المكتب الدولي للمعارض على تأجيل معرض إكسبو بدبي اللي كان مؤسس في عام 2020 ليكون في تشرين الأول من العام القادم. ايضا هاشتاج هند صبري. هند صبري ستنضم لعائله نتفليكس من خلال مسلسل كوميدي، وهي راح تكون المقيمه والمنفذه لهذا العمل. اليوتيوبر كريم غازي المعروف بكيمو، شاب سوري مقيم بأمريكا، انولد وعاش هناك من زمان كتير. هالشاب تصدر أهم منصات التواصل الاجتماعي وأهم المواقع بعد الفيديوهات الظريفة يلي عم بينفذها مع عائلته بفترة الحجر المنزلي. خلونا نتابع شوي من هالمقاطع ولاقوني بحلقة جديدة بنفس الموعد. Try this. No, what? It's a caramel no, apple. No, I'm not eating egg again, Kareem. Get out. Are you dumb? This is an egg? It's a caramel apple. Just tell me how it tastes. I'm not eating! Don't ever come back here. No, just don't ever come back. I'll call you back. No, no, I was just kidding. And I will never let my sisters win. My name is Sarah, and I'm here to knock out my brother once and for all. Let's go. I'm savvy, and I'm all